بدء العطلة الصيفية تجتاح سواحل فرنسا الغربية في منطقة لابروتاني أطناناً من الطحالب الخضراء التي تغطي الشواطئ وتحجب رؤية الرمال. منذ شهر نيسان أبريل الماضي بهذه المنطقة بالتحديد تمت إزالة أكثر من 9000 طن من الطحالب الخضراء، وهي أعشاب بحرية معروفة باسم أرمونيكا أولغا. لم ننتهي بعد، فقد جمعنا منها حتى الآن حوالي 400 طن. السلطات اضطرت مجدداً لاستخدام الجرافات الخاصة وغيرها من المعدات لإزالة الطحالب. هي تنتج غازاً ساماً جداً وهو كبريت الهيدروجين. عندما نحصد هذه الطحالب وهي صغيرة فإنها لا تمثل أي مشكلة، ولكن عندما نصل إلى مناطق تكون فيها نوعية سيئة من الطحالب الخضراء فإن إزالتها تصبح صعبة. للطحالب الخضراء مخاطر على صحة الإنسان وكذلك على البيئة. هذه المشاكل المتزايدة تؤثر في الوقت الراهن على عدة بلدات في تلك السواحل. ابني عمره الآن 46 سنة وكان يستمتع عندما كان طفلا بهذه الطحالب الجافة. كان يقوم ببناء جزيرة منها بعد كل مد بحري، ولكنها مؤخرا تنمو بكثرة، وهذه السنة الأولى التي تزال فيها كل هذه الكمية من الطحالب. منذ السبعينيات يدور جدل حول المتسببين بهذه الظاهرة من المزارعين أو السكان المحليين أو العاملين في قطاع السياحة أو الحكومة. جيل هويت هو مدير أو، وهي مجموعة بيئية في منطقة الريفييرا دي بروتانيا، ويقول أن الزراعة المكثفة هي المسؤولة عن 95% من المشكلة. العلماء يؤكدون اليوم أن الفائض من الأوزوت في شكل نترات هو المسؤول عن نمو الطحالب، وهذا النمو يعكس الفائض الكبير الذي تعرفه الأنشطة الزراعية. فعلى امتداد 6% من مساحة فرنسا يتم في منطقة لابروتانيا تربية 60% من قطيع الخنازير في البلاد، و40% من قطيع الأبقار على المستوى الوطني، و45% من الإنتاج الوطني للدواجن. ما نجده في شكل طحالب خضراء على الشواطئ هو فوائد الأوزوت التي تسربت إلى التربة. المعنيون بالأمر هم أصحاب مزارع تربية الخنازير، وذلك بسبب طرقهم في تربية تلك الحيوانات والإتجار بها. أندري سيرجيان هو مزارع ونائب رئيس غرفة الزراعة في فونستيير. يمتلك مزارع على مساحة 170 هكتار. يعترف ببعض المسؤولية، ولكنه يشير أنه يجب علينا أن نرى الموضوع من زاوية أخرى. مشكلة الطحالب الخضراء موجودة كذلك بكثرة في البلدان الأوروبية الأخرى وفي دول الشمال وبحر البلطيق وأيضا على الشاطئ الإيطالي، وليس بالضرورة دائما أن تكون مرتبطة مباشرة بالمزارع. وهناك مناطق يكثر فيها المزارعون ولا توجد بها هذه الطحالب، ونحن أيضا كمزارعين نتفهم خطورة هذه الظاهرة. وضعت قوانين بخصوص المزارع الكبيرة التي تربي عددا هائل من الحيوانات للحد من إنتاجها لنترات النيتروجين. منذ 5 سنوات مضت السيد سيرجان أنشأ محطة لمعالجة نترات النيتروجين. النظام يقوم باستقبال كل المواد العضوية التي يتم تجميعها في أنبوب، حيث تتم معالجتها بواسطة عمليات الضخ والتنقية. وبهذه الطريقة نقوم بعزل فوائد الأوزوت والنترات، وفي نهاية المطاف نكون قد حصلنا على مادتين. الأولى تتمثل فيما يسمى بالطين البيولوجي والذي يساعد على تنمية النباتات، ومن جهة ثانية نحصل على الماء الذي يستعمل لري المناطق الزراعية. بعض المجتمعات الزراعية في المناطق الريفية يقولون أنهم لعبوا دورهم أيضاً. مئات من القرى الصغيرة في مقاطعة بغتاني الداخلية الآن تعمل على معالجة المياه الخاصة بالنباتات. قوانين جديدة تدفع أصحابها لربط منازلهم ومزارعهم بشبكات الصرف الصحي القائمة لضمان الحصول على المياه النظيفة. هذه التدابير بدأت منذ 5 سنوات. الدولة خصصت 134 مليون يورو لهذه الخطة، ولكن الوضع يتحسن ببطء.
التوجيهات الأوروبية تحدد 50 ملغرام لكل لتر أقصى قدر ممكن من النترات المسموح بها في كل من مياه الشرب والمياه الجوفية. ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية فإن فرنسا بعيدة عن هذه التوجيهات، لأن هناك العديد من الدول تمتلك نسباً مرتفعة في السجل الأوروبي. لكن منظمات حماية البيئة تصر على أنه يجب القيام بالمزيد من الجهود. جون أسكو رئيس مجموعة بيئية في بريطانيا الغربية يرى أن الشاطئ يبدو نظيفاً أكثر من ذي قبل من الطحالب الخضراء لأنها تزال بشكل مستمر. هنا تجدون آثار الآلات التي تقوم طيلة موسم الصيف وبشكل يومي بتجميع الطحالب، وهذا يظهر أن الشواطئ التي عادة ما تكون أماكن طبيعية قد باتت ضحية للآثار السلبية للتصنيع. فعندما تقوم الآلات بتجميع طن واحد من الطحالب الخضراء، علينا أن نعلم أن 30% من وزن هذه الطحالب هو في الحقيقة يتكون من التراب، والتراب هنا بات نادرا وفي طريقه إلى الزوال. ولكن مع أو بدون الطحالب الخضراء، فإنه يؤكد على واجب السلطات بالقيام بتحسين جهودها الحالية. الوكالة الإقليمية للصحة أعدت كتيباً يحتوي على كل ما هو جميل على شواطئ لبريطاني، وفيه بعض التحذيرات من المخاطر الناجمة عن الشمس والمحار، ولكن لم يذكر أي شيء على الإطلاق فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المرتبطة بالطحالب الخضراء. العاملون في مجال السياحة المحلية يقومون بدورهم بتقديم المعلومات اللازمة. مديرة هذا المكتب السياحي تشير إلى أنه نادراً ما تطرح الأسئلة حول الطحالب الخضراء، وعندما يسأل السياح عنها فإنهم يقدمون المعلومات من خلال منشورات للتوعية. نشرح لماذا يوجد هذا المد الأخضر وماذا نفعل في حال وجود الطحالب الخضراء إذا كان يمكنهم المشي عليها أو حتى لمسها، أي ما هي الاحتياطات التي يجب أن يقوموا بها. قام العلماء بدراسة المد الأخضر لعدة عقود في معهد البحوث، ويشيرون إلى أنهم توصلوا الآن لمعرفة أسرار جديدة متعلقة بفيزيولوجية حياة النباتات الطبيعية. الحلول في متناول اليد كما يقولون، ولكن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن تظهر نتائج واضحة. ما يمكننا فعله هو تغيير مجرى قنوات المياه التي تصب في البحر حتى نحد من كميات الأزوت التي تصب في مياه البحر، لأن هذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً. فالأزوت المتواجد اليوم في أنهارنا هو نتاج الأنشطة الزراعية في السنوات الماضية، بالتالي فإن الحلول التي يمكن أن نتوصل إليها اليوم لن تعطي ثمارها قبل سنوات عديدة. في الوقت ذاته يتفق الجميع على أهمية الوعي الاجتماعي بهذه الظاهرة. متحف منطقة لبغتاني الشمالي دعا سكان المنطقة إلى ورشة عمل تشرح فيها أنواع الطحالب المختلفة ودورها في النظم الإيكولوجية البحرية. يكتشفونها من خلال اللعبة، يتعرفون على الأنواع، وهذا يساعدهم أكثر على فهم ظاهرة الطحالب الخضراء. يطرحون الأسئلة لماذا يمكن أن نفعل هذا، أن ألمس هذا النوع، ما نتائج ذلك. ممارسو الرياضات البحرية يشعرون بالإحباط دائما بسبب الطحالب الخضراء التي تحد من استمتاعهم بهذه الرياضة. تشعر وكأنك تبحر في بحر من السلطة. هذه المياه غير صالحة للإبحار، وإن كانت فهي مليئة بالأعشاب البحرية في كل مكان، ما يجعلك تفقد سرعتك. عشاق المحيطات والقائمون على القطاع السياحي يحلمون بمستقبل أفضل لهذه الشواطئ الجميلة حتى تكون خالية من الطحالب الخضراء. لا أعرف ما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها الحكومة تجاه هذه الظاهرة. آمل أنه بعد 20 سنة لن نكون مضطرين لتصوير مثل هذه التقارير التلفزيونية عن الطحالب الخضراء.